السلام عليكم. عندي دابا 12 يوم باش شديت كورونا، وراني دابا في السبيطار في مراكش في محمد السيس. النهار الاول اللي حسيت المرض عيطت لواحد النمرة وجاو عندي، داوني السبيطار، كانوا معايا في التليفون دائما الحمد لله، ويهضروا معاك وكلشي. السبيطار الاول مشيت للسبيطار اللي في المدينه مومونيا، والحمد لله الدكاتره تما كانوا مزيانين بزاف ويعاونوني، واللي بغيت يعطيوها ليا ويهضروا معاك، يحسوا بك انت راك بحال بنادم. من جا لا ريزونس ديالي قال لي صافي فيك الكورونا، ما نعرف من شديتها، باش شديتها هنا في المغرب شي بلاصه في مراكش. منين جاو قال لي صافي خصنا ندوك لواحد السبيطار اخر اللي عندها في الماكينات علاش انا فيها مشاكل مع القلب وفيها مشاكل مع الكبدة وعندي بزاف مشاكل. عرفت راسي عندي واحد الندبزية اللي غتكون كتيرة بزاف، وعرفت راسي خصني ندابز. هادي ماشي الأولى، أول مرة اللي دابزت على هاد المرض. كان عندي شحال من مرض في حياتي ودابزتو وربحت، وعرفت هاد المرض هو غيجي وغادي نربحو. وفي العقل ديالي ديت الموال هذا معليش ربحني، أنا غنربحو هو. وديت راسي في اللوك داون منتلي هنايا. دابا جاوبوني للسبيطار محمد السيس في مراكش وداوني للاي سي يو نيشان. ملي وصلت تما جاو الدكاتره قالوا لي حطوني في واحد الفراش. اول حاجه ديك الفراش كان فيه شي واحد اخر، لي زور ديال شي واحد اخر، الغطاء ديال شي واحد اخر، مازال الدواء ديالو تما، مازال لي زار فيه داك الوسخ ديال واحد اخر. كنت مريض بزاف، حراره فيا كلشي. ويا هذيك مشيت نعست، حطوني في الفراش، جاو الدكتور الدكاترة وكلشي، حيدوا لي حوايجي. دابا انا عريان وعندي واحد كاشه، هي مازال عندي الكاشه، عندي واحد كاشه هي اللي باش تغطيت بها، وواحد غطا اخرى استعملتها بحال المخدة باش ما بغاوش يعطوك المخدة. كيفاش انا نعس في الفراش ما عنديش المخدة؟ فهي هذيك كنت بغيت نمشي للتواليت، ممنوع عليا ما نخرج من البيت، ممنوع عليا نوض من الفراش. سو دابا خصني التواليت في الفراش. عطاوني واحد الكاسرونة ديال البلاستيكا اللي غادي نمشي التواليت بها. دابا ماشي مشكل، هاد هادشي راني دوزتو في حياتي. وشد ديك البلاستيكا طلعشيها من تحتي وفيها الكرش بزاف، هاد الكورونا تدير لك الكرش. كنت نمشي للتواليت تقريبا 10 نوبات في النهار على الكرش. دابا كل مرة تنكرشفو داكشي بحال الما تيخرج ليا، باش متناكل كلشي وتنشرب الما بزاف. دابا تيخرج ليا الما. و منين تنمشي للتواليت ما عنديش باش نمسح. كنت نقول لهم عطوني قلعة الماء، جابوا لي قلعة وعمروها لي من روبيني. قلت لهم انا ما تنشربش روبيني، 10 سنين ما شربت من روبيني، ما تنشربش انا من روبيني، دائما تنشري الماء، حياتي كامله تنشري الماء، لكن ما عندناش. سو بديك الماء ديال روبيني كنت نمسح بيدي ومسح ونشلل بداك الماء اللي غادي نشرب منه، ونغسل يديا. ولقيت واحد الخروق تما اللي تا يمسحو بك بالدم وداكشي، كنت في الاخر بقيت نسرق لهم الخروق. مرة تيجيب لك الماكلة دايما باردة، ما سخوناش، باردة. الماكلة الباردة فيها الميكروب، انا فيها الميكروب وغنزيدو الميكروب خولة ديال الماكلة الباردة. كيفاش انا غناكل هادشي؟ ما بقيتش ناكل، ما بقيتش ناكل كاع. و تيجيبو لي الماكلة في خنشة الميكا،
يا هذيك الخنشه شنو كنت ندير؟ كنت نقطعها باش نمسح بيها، باش ما بغاش يعطوني بابيو جينيك. تنقول لهم عطوني كلينكس، تقول لك ما عندناش. عطوني القاعد ما عندناش. قلت لهم انتم عندكم كلينكس في التواليت ديالكم؟ عندكم الكلينكس، سيروا تما وجيبوا لي الكلينكس من التواليت ديالكم. ما بغاوش، رجعوني بحال شي ترامب اللي في الزنقه. حسيت براسي ما عرفت شنو نقول. واحد النهار داو لي السطل ديالي، الطاسه ديالي، وكلشي تضني تضني تضني. وتنقول معافك عطوني داكشي، عطوني السطل خصني نمشي للتواليت. عافاك تنغوت لهم، عافاك لي داز لي داز تنغوت له. دكتور دكتور ناس ناس، عافاك بغيت نمشي للتواليت، لازم كتمشي للتواليت. ما بغاوش. دازت واحد ثلاثة أربعة السوايع وما قلتيش، كلشي صافي مشات ليا. شنو درت؟ هما كلهم الدكتيره قدامي تيشوفوا فيا من الجهات الاخرى، تيشوفوا فيا نط. شنو درت؟ هزيت واحد الصندوق، كان واحد الصندوق تما خاوي، هزيته و تيغوتو عليا، تيقول شنو تدير؟ رجع الفلاش. قلت ما نقدش، هزيت الصندوق قدامهم وخريت قدامهم، وبنت وخريت قدامهم. هما تيشوفوا فيا وانا واقف عريان، ما قديتش نصبر قدامهم، طلقت كل شيء قدامهم. رجعوا لي